السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم على المين ستاك. المين ستاك عشان تطلع ديفلوبر بتاع مين ستاك تبقى الناس شوية تايهة، مش عارفة تعمل ايه، تاخد ايه بعد ايه قبل ايه. فاحنا حبينا نعمل لكم حاجة اسمها الرود ماب، عبارة كده عن خريطة، تذاكر ايه ثم ايه ثم ايه يبقى مستواك مبتدئ، تذاكر ايه ثم ايه ثم ايه تبقى مستواك متوسط، تذاكر ايه ثم ايه ثم ايه يبقى مستواك متقدم، وتبقى دي المسار بتاعك التعليم. فلو انت ان شاء الله عايز تبدا في المسار بتاع المين ستاك دوت، المفترض انك تتعلم الاول ان شاء الله تتعلم حاجه اسمها اتش تي ام ال وسي اس اس وبوت ستراب. ده اساسي، ده بنسميه كورس كده ويب يو اي ديزاين، يعني تصميم بس اليوزر انترفيس او الشكل العام بتاع الصفحات. وطبعا ممكن في المرحله دي تقدر تطلع اول ديزاين للموقع بتاعك. طبعا بتاع كده بتتنقل لمرحله تانيه اللي هي مرحله البرمجه. طبعا خد بالك ان مرحله البرمجه ممكن تمشي بالتوازي او قبل الويب ديزاين، ماشي؟ انك تتعلم برمجه، ويفضل مش يفضل يعني الافضل انك تتعلمها بالجافا سكريبت. تتعلمها بالجافا سكريبت افضل ليك طبعا. الجافا سكريبت طبعا بمستوياتها الجديده سواء كان اي اس 5 اس 6، ودول هيعلموك الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، والافضل والاقوى كمان دلوقتي في المرحله الاخيره اللي هو الفانكشنال بروجرامنج. تعلم فيها طبعا كل اللوجيك البرمجي، ويا ريت تركز على الحاجات يكون فيها الجوريزم تخليك تشتغل مخك. احنا دايما بنقول البرمجه انك عندك اتجاهين، الاتجاه الاول انك لاول ازاي تنظم فكرك وترتبه وتسلسله في خطوات تفصيليه، والمستوى الثاني انك تبقى مالك لغه من اللغات انك توصل فكرك ده بالتفصيل الى الايه؟ الى الكمبيوتر. فانت هتتعلم لغه جافا سكريبت عشان توصل فكرك الى الحاسب، لكن لازم تكون متعلم جنبيها ازاي ترتب فكرك من خلالك تتعلم ان شاء الله الالجوريزمز. وبعد كده تتعلم داتابيز. طبعا غالب الكورسز بتاعت الداتابيز هتلاقيها كلها ريليشنال داتابيزز، ما فيش مشكله، لكن يفضل تتعلم الداتابيز بتاعتك وتبقى مونجو دي بي، وتتعلم الفكر بتاع النو سيكوال على اساس ان المين ستاك هو مونجو، الام من مونجو، والاي من اكسبريس جي اس، والاي من انجلر، والان من نود جي اس، الاصل بتاعهم كلهم. طيب الاصل بتاعهم كلهم، واللي هو اصلا جزء من الجافا سكريبت اللي هي الاصل بتاعها كلها. يعني المين ستاك اصلا عباره عن ريليتد او تكنولوجيز كلها بيزد اون الجافا سكريبت، او كلها معتمده على فكره الجافا سكريبت. لما تخلص كورس الداتابيز وتتعلمه كويس، وكورس البرمجه وفهمته كويس، وكورس ايه الويب يو اي، في الحاله دي احنا بنسميك انت لسه في مستوى البيجنر، في مستوى المبتدئين. يبقى احنا كده عرفنا الثلاث كورسات دول مستوى بيجنر. خد بالك انت ممكن في الداتابيز لو اتعلمت الاناليسز والديزاين هتبقى كويس جدا، وتقدر تطلع برضو الاناليسز والديزاين بتاع اي سيستم من السيستمز بتاعت الداتابيز، وتعمل يعني تعمل لها دايجرامز وتعمل لها امبلمنتيشن كمان. يبقى كده ممكن نقول مستوى جزء تاني في البروجكت. يعني ممكن اطلع من الويب يو اي الانترفيس، وطلع من الايه الداتابيز الاناليسيس بس والامبلمنتيشن، وتبقى انت كده وصلت لمستوى لسه في البيجنر. بعد كده بنوصل للمستوى المتوسط اللي هو الانترميديت ليفل، وده بتتعلم فيه من الاول بتتعلم نود جي اس واكسبريس جي اس. خد الكورس دوت، اتعلم من اي حته، اتعلم النود جي اس والاكسبريس جي اس، وازاي تربطهم بالمونجو دي بي، وازاي تربطهم بالمونجو دي بي، وتعمل بقى وتجيب داتا وتؤدي داتا وكلام زي كده، وده يبقى كويس جدا. ممكن تتعلم بعد كده الريست فول اي بي اي للسيستم انتجريشن بتاعت الريست فول اي بي اي، عشان تقول ان انا قفلت الجزء الاخير بتاع الباك اند يعني. وفي ناس تقول لك لا خليه دلوقتي، خليه في المستوى الادفانسد شويه، خليه يبني ابلكيشن على بعضه. خلينا دلوقتي نقول اتعلم اكسبريس جي اس طبعا تحت النود جي اس، وتكون بيها بروجكت بسيط. طيب بعد كده في نفس المستوى المتوسط دوت بتتعلم الانجلر جي اس، او الانجلر بلاش نقول انجلر جي اس عشان كلمه جي اس الناس بتعتبرها انجلر 1، فنقول انجلر. في الانجلر تتحاول تتعلم طبعا تفاصيل الانجلر كلها بحيث انها تفيدك في فكره اليوزر انترفيس وتفاصيل الشغل بتاعها، وتبقى انت كده قدرت تتعلم حتى المستوى المتوسط ده، كده بقيت متعلم كل تفاصيل المين ستاك، لكن لسه في المستوى المتوسط عشان بعد كده ان شاء الله تبدا في الفاينل بروجكت بتاعك. بس انا افضل قبليه تاخد، خلاص خلصنا من الانترميديت نخش على الادفانسد ليفل المستوى المتقدم. هتتعلم الكورس اللي بعد كده اللي هو المفروض الكورس السادس، تتعلم فيه بروجكت تعمله بكل التفاصيل دي، بس يفضل
يعني ممكن برضو التفاصيل الترتيب هتكلم على الترتيب في الاخر، لكن ممكن تتعلم طبعا ريستفول اي بي اي ككورس كامل لوحده، وتبدا تبني الباك اند كلها باي بي اي، وقدام تبني الشغل بتاع الانجلر، وده اسلوب برضو كويس جدا، وتعمل بروجكت الفاينل بروجكت بتاعك بكل تفاصيله، وبكده تكون ده برضو يعتبر كورس تاني بروجكت كامل من ستاك. في الحاله دي كده انت مشيت على رود ماب كويسه جدا. اولنا بدانا اتش تي ام ال وسي اس اس وبوت ستراب، بعد كده اخذنا بروجرامنج لانجوج جافا سكريبت، وبعد كده اخذنا الداتابيز والمونجو دي بي، بعد كده ده كده الثلاثه الاولانيين كده كده انا كده في البيجنر. مش شرط انك تاخدهم بالترتيب، الثلاثه الاولانيين دول امشي فيهم بمزاجك. بعد كده بتوصل للانترميديت ليفل، يفضل تكون خلصت الثلاثه الاولانيين تبدا في الانترميديت ليفل، تاخد الكورس الرابع اللي هو النود جي اس والاكسبريس جي اس، تاخد الكورس الخامس اللي هو الانجلر بتاعك، طبعا ما هتاخد فيه التايب سكريبت وكلام زي كده، يبقى كده خمس كورسات. وبعد كده بتاخد الريست فول اي بي اي عشان تبني الباك اند كلها بالشكل المظبوط او الحديث، يبقى انت كده ده الكورس السادس. الكورس السابع بتاخد ادفانسد توبكس بقى، وتعمل الكلام ده كله في بروجكت متكامل في المين ستاك، كده تبقى انت مشيت على رود ماب كويسه. طبعا الخطه دي احنا عملناها، وممكن تاخد بقى يعني المحتويات التفصيليه لكل كورس انا كاتبها ان شاء الله، هتبقى في بوست موجود في كل المحتويات التفصيليه، اتعلمها من اي حته من اي كورس او كلام زي كده، عشان برضو ما يبقاش الموضوع نظري في الاخر وقلنا شويه كلام. احنا فعليا كجروب بتاع سيفنست طبقنا الكلام دوت مع شركه جي دي جيت او جلوبال ديف جيت اللي هي معروفه باسم بوابه التطوير العالميه، وبينفذوا فعلا الكلام ده. يعني لو انت مش قادر تعمل الكلام ده لوحدك وتاخد كل تفصيله وتدور عليها وتدور في الكورسات، انت ممكن من خلال تشترك مع شركه جلوبال ديف جيت او بوابه التطوير العالميه، هتلاقي بعد ما موفرين لك محاضرين في كل كورس من الكورسات بيخشوا معاك لايف وبيتكلموا معاك، ولو في حاجه واقفه معاك يصلحوها لك وكلام زي كده، بحيث ان انت ان شاء الله خلال يعني السنه بتاعت 2019 دي ان شاء الله تكون فعلا وصلت لمستوى جيد وممكن اقل من كده ان شاء الله، وتبقى يعني قادر تمشي في رود ماب سليمه وتحقق اهدافك وتبقى راجل متميز.